بسم الله الرحمن الرحيم. برضو النهاردة قبل ما نتكلم عن ديزاين باترنز بالتفصيل هشرح احنا ليه بنحتاجه. مثال كده جميل هيوضح لنا احنا احتاجنا ليه ان احنا ديزاين باترنز. المشكلة عندكم لو انتوا كنتوا فاكرين في الديزاين سوفت وير الديزاين ان بيبقى فيه فاريشنز كتيرة، يعني في فيتشر جديدة بعد شوية، وخصوصا لو انت بتعمل ديزاين مدة طويلة، ففي فيتشر هتحصل فيها سيرتن سبيسيفيكيشن هتتغير، وخصوصا اليوزر ممكن او الكلاينت ممكن يكونش عارف من الاول ايه السبيسيفيكيشن بتاعته كويس، فبالتالي بيقدر كل شوية يغير الحاجات فيها. انت لما تيجي بتعمل امبلمنتيشن حصل فيه باج، فبالتالي بتعيد تاني شكل الكود او بترجع تاني الديزاين عشان تظبط الدنيا كلها. طبعا في احيان بعض انواع الايرور دي بتضطر تخليك تغير الديزاين كله من اول لاخر، تهده وتبنيه من جديد، ودي طبعا تبقى كارثه كبرى لان وقت طويل وكوست بيتضاف ليك، وده كله على حساب الراجل اللي بيعمل السيستم لان ده كله عيب في الموضوع بتاعك. لكن لو انا اتعلمت ديزاين باترنز هيسهل لي كتير قوي في الموضوع ده، وبيحسن لي التعامل مع هذه التشينج الموجوده فيها. يبقى بالتالي في عندك في تشينجز كتير او ممكن بتحصل، وعندي ديفرنت ديزاين باترنز تقدر تتعامل مع هذه انواع من انواع التشينج. انا ممكن اشوف كل الطرق المختلفه السيستم بيحصل فيها تشينج واختار تشينج واختار ديزاين باترن المناسبه لهذا التشينج واتعامل معاه بهذا الشكل، وبالتالي ممكن اكبر السيستم او اغير اي حاجه انا عايزاها من غير ما الاساس بتاع الديزاين نفسه يتغير. ودي هنشوفه كتير قوي في ديزاين باترنز. يبقى بعمل اساس، لو حصل فيه تغيير هضيف ايه من غير ما الديزاين نفسه يتغير، ودي ميزه كبيره جدا عندي في الديزاين باترن. يبقى الديزاين باترن برضه ميزته ان هو ويل تيستد سولوشن لكومن بروبلم، فبالتالي ما هو ويل تيستد انا بستخدمها بامان متاكده انها شغاله فيها. فانا مثلا كل بروبلم عندي كل ديزاين باترن افكر في السؤال ده، لو انا زودت في نيو فيتشرز هل سهله في الديزاين باترن ده ولا لا؟ هتلاقي بعض الديزاين باترن تبقى سهل جدا، بعض الديزاين باترن يبقى فيه مشكله ويبقى فيه تغييرات كتيره ممكن تحصل. انا في جزء من السيستم اللي عملته الامبلمنتيشن حصل فيه تغيير عن او انا بغير فيه عن بقيه السيستم، ده الديزاين باترن بتاعي يساعدني ولا لا؟ انا عايزه ادبت السيستم بتاعي لداتا جديده، فورمات جديده للداتا ستراكشر بتاعي، هل ابني السيستم كله من جديد ولا ممكن اغير فيه بس؟ كل الحاجات دي من البروبلمز الديزاين باترن بيقدر معموله انها تحلها وتتعامل معاها. لكن طبعا الامبلمنتيشن زي ما اتفقنا قلنا الديزاين باترن مالهاش دعوه بيها، ما بتتعاملش مع الامبلمنتيشن. برضو انا عايزه اقول مثلا سي مثلا انا ما اقولش اني بعمل ديزاين باترن للبنك، لا انا ما بعملش ديزاين باترن لابلكيشن معين، انا بعمل ديزاين باترن لجنرال بروبلم، تمام؟ فالتعامل مع سي مثلا اقول مع المعاملات الماليه، تمام؟ بعدين تطبق بعد كده لسيرتن بانك او مجموعه من البنوك المختلفه اللي بتتعامل معاها، فبالتالي هو مش بيشتغل لسيرتن كايند اوف سوفت وير، لا لكومن بروبلم انا بتعامل معاها واشتغل عليها. طبعا هنا برضو زي ما قلنا لو انا في اي حصل عندي في تشينجز في الاوبجكت او تشينجز في الديزاين بتاعي اقدر اتعامل معاها ازاي في الديزاين باترنز الموجود عندي. زي ما قلت لك ان ديزاين باترنز مش مديول او لاربري ما اقدرش اعمله داونلود او اعمله انستول، لا ده جايد لاين بيمثلك ازاي تعمل ديزاين، بيساعدك على عمل جود ديزاين مش اكتر من كده. فبالتالي ممكن نتخيل على انه هاي ليفل لاربري او موديول، لكن انا لازم افهم كويس او ديزاين باترن، وده اللي احنا هنعمله ان شاء الله طول الترم، ونشوف ازاي بيتعامل او ازاي بيبقى ماتشت مع كل ابلكيشن انا بشتغل عليها. وطبعا كون ان ديزاين باترن زي ما قلنا المره اللي فاتت ليها فوكابولري او ليها اسم معين الكل بيتعامل معاه، ده بيسهل لي قوي عمليه الكوميونيكيشن. طب تعالوا نشوف المثال اللي احنا هنتكلم عنه. انا عندي دلوقتي مساله سيميليشن جيم، بتعمل ايه؟ بترسم لي مجموعه من الطق بط مختلف الاشكال، كل واحد منهم بيعوم وبيعمل صوت كواك، تمام؟ فانا عايزه ابني سيستم ديزاين لهذه السيميليشن جيم. او ما بفكر فيها كاوبجكت اورينتد ديزاين، قلت دي حاجه بسيطه جدا، هعمل كلاس اسمه طق واحط فيها كل الاوبريشن اللي انا بتعامل معاها اللي هي كواك وسويم وديسبلاي. الديسبلاي بيختلف من شكل بطه لبطه، فبالتالي انا ممكن اخليها ابستراكت ميثودز، وكل نوع من انواع الكونكريت كلاس دول هيقول لي شكل الديسبلاي دي هرسمها لي بهذا الشكل ودي هرسمها لي بهذا الشكل، تمام؟ سهله اهي، جميله، مفيش عندي اي مشكله، والديزاين بتاعي زي الفل. قال لك لا، افترض دلوقتي ان حصل ان انا عايز ازود فيتشر جديده اسمها فلاي. قال لك طب ايه المشكله؟ انا احط في الدق ده الميثود الجديده اسمها فلاي واكمل السيستم بتاعي عادي. قال لك لا، بس في مشكله، مش كل الدق بيحصل له فلاي، بعد الضج بيعملها فلاي وبعد الضج التانية مش بيقدر يطير، اعمل ايه؟ قالك طب بسيطة قوي، انا في ال مثلا زي ال دي اسمها ايه دي رابر
تقضي لعبه اللي هي البطه الرابر دي او المطاطيه دي، مش بتطير ولا حتى بتعمل بوك تعمل سكويت. قلنا طب ايه المشكله؟ ما احنا قلنا في ممكن سب كلاس بتعمل اوفر رايت لبعض الميثودز اللي موجوده هنا، فبدل كواك هيقول عليها كويز، وبدل فلاي يقول نوت دو ناثينج او يعمل اي واتس ايفر لحاجه ثانيه. لا بس انا برضو عندي بعض انواع من التاج دول ما بيطيرش، مش كل انواع التاج بيطير. قال لك ايه المشكله؟ الرابر تاج مثلا هعملها ان فلاي دو ناثينج، اوفر رايت دو ناثينج، بعمل كود صغير بس في الموضوع، والكواك بغيرها خليها سكويز، وبعمل ايه ديسبلاي للتاج. النوع الثاني اسمه ديكوي داك، انا بعمل له ايه؟ الكواك مش بيعمل كواك، فبالتالي ما بيعملش دو نوثينج، الديسبلاي برسم شكلها، الفلاي فلاي داز نوت فلاي فبدو نوثينج. انت لو بتلاحظ هنا هتلاقي ان الاوفرلاي دو نوثينج ودي اوفرلاي دو نوثينج تو فانكشن زي بعض، معناها ان ممكن قوي في سب كلاس نفس الفانكشن بتتكرر كذا مره، ودي في الديزاين بتاع الديزاين بتاع السوفت وير مش ظريف، ان السيرتن فانكشن بتتغير في هي نفسها بتتكرر في كام سب كلاسز، فبالتالي الكود دوبليكيتد مش بيبقى حلو. تمام. وبرضه في نفس الوقت انا مش هقدر افهم كويس قوي من الشكل العام للكلاسز ديت البيهيفر بتاعه كل داج منهم على حده، فبتبقى عمليه صعبه شويه. واحد قال لك ايه؟ طب ما احنا مش عندنا انترفيس كلاس. طب انا عندي فكره، الفانكشنز او بيهيفر اللي بيتغير اخليه في انترفيس كلاس، فانا عندي اتنين انترفيس كلاس، كواكابل وفلايبل، وبحط هنا ابستراكت كلاس للفلاي والكواك. الداج اللي هو الكونكريت ده طبعا بشيله من الاثنين دول الفلاي والكواك من الدك الاساسي دي، انا بخلي بس سويم وسبلاي ابستراكت كان فيهم بيه. كل واحده من دول سب كلاس دول الكونكريت دول بينهيرد او بيوز، بلاش انهيرد دي اللي احنا قلنا السهم المنقط، بيبقى بيوز من الفلايبل الفانكشن اسمها فلاي، وبعمل لها انا كود بالنسبه لها. فالمرابل دك بيعمل الفانكشن بتاع الفلاي، وبرده بيوز الكواكابل عشان بيعمل كواك، نفس حكايه الريد داك. هنا الرابر بيحتاج كواك بس، فبيعمل ان بياخد يوز الكواك بس، بس بما انه مش بيفلاي فما بيعملش مين، فما بيستخدمش الفلايبل بيهيفور. الديكوي داك بيعمل سبيل بس، ان هو ولا بيكواك ولا بيفلاي، فبالتالي ما بيستخدمش الكواكابل والفلايبل. الى حد ما حلينا المشكله، بس برضو عندي مشكله ثانيه، ان كل واحده من دول الفلاي والكواك كل واحد منهم مين اللي بيحققه؟ الدول كل واحد منهم بيكتب الكود بتاعه، فممكن يبقى برضو كود كومون، ممكن يبقى فيه اكواد تانية مختلفة كتير، فبالتالي فلايبل وكواكابل ما حلوش المشكلة كاملة. هي حلو بقت احسن، بس بالتالي انا عندي في مجموعة من الفانكشن ممكن تتكرر عندي في الشغل بتاعي، كمان الريوزابيلتي بتاعتي اتهدد. يبقى الانترفيس كلاس بتدستروي الكونسيبت بتاع الريوز بتاع الكود، لان السب كلاسز بتمبلمنت الفانكشن كل واحدة منهم بطريقة مختلفة، فما اقدرش اعمل ريوزنج ليهم. لو انا عايز اغير البيهيفر بتاع الفلاي يبقى لازم اروح لكل السب كلاسز اللي بتستخدم الفلاي واغير. اهي لو انا بغير الفلاي عايز اغير الكونسبت ده، اروح لهنا كل السب كلاس اللي بتستخدم فلاي واغير الكونسبت بتاعه. ده طبعا تشينجز كتيره قوي ممكن اعملها وتبقى عندي مشكله في الديزاين بتاعي. قالك طب تعمل ايه؟ قالك بسيطه جدا. انا دلوقتي بس قبل ما اقول الحل، انا عندي مشكلتين. لو بعمل انهيرتنس الميزه بيبقى في ريوز، تمام، لان بيبقى جاست وان فلاي وان كواك، فدي ميزه. لكن العيب ان البيهيفر دي كلها تبقى موجوده في الايه؟ في روت كلاس، ومش كلهم كومن بيتعاملوا معاها. طب لو انا استخدمت انترفيس كلاس، الميزه ان السب كلاسز بس اللي بتستخدم الفلاي او واتس ايفر بيهيفر ثانيه هي اللي بتتعامل معاها، والتانيين ما بيتعاملوش معاها، فدي ميزه. لكن عيبها ان مفيش ريوز. لبالتالي الانترفيس اونلي بيديفاين سيجنتشر، فبالتالي امبلمنتيشن بتعتمد على السب كلاسز، فالريوز عندي مضروبه ومش شغاله كويس. فدي الفرق بين الانهيرتنس والانترفيس. الحل بقى عندي ايه؟ قال لك حاجه كويسه جدا، انا اشوف في الكلاس بتاعي ايه البيهيفر اللي دايما بيتغير، ودول اعمل لهم انترفيس بيهيفر، تمام، زي ما قلنا دلوقتي الفلاي والكواك دول بيتغيروا دايما، فبحطهم ايه؟ كانترفيس بيهيفر. طب اشوف بقى كل من الفلاي والكواك كل واحد منهم ايه الفانكشنز مختلفه بيعمل فيها. انا عندي في الفلاي يعمل ايه مثلا؟ لما فلاي اهي مثلا الكواك عندي ايه الفانكشن اللي ممكن يتعمل فيها؟ اعمل لنا الانترفيس بتاع الفلاي كونكريت فلاي كونكريت كلاس ليه هو، حاجه بتعمل الكواك وحاجه بتعمل سكويز وحاجه بتعمل السايلنس، يبقى دول ثلاثه سب كلاسز او كونكريت كلاس تبع البيهيفر بتاع الكواك. الفلاي مثلا عندي فلاي ويز رينجز،
with wings او كانت فلاي او فلاي وين ثروين اند سو اون. بحط كل الكونكريت كلاسز دول بالفانكشن بتاعتهم المختلفه تحت الفلاي بيهيفر، فبالتالي انا ممكن ازود اي بيهيفر انا عايزاه او تحت اي بيهيفر ازود اي سب سكشنز. ان عندي مثلا صوت تاني جديد اتحط بحطه هنا بسهوله، نوع تاني من انواع الفلاي جديد اتحط بحطه هنا بسهوله من غير ما اغير الاستراكشر بتاع السيستم بتاعي. فادي اهو، يبقى انا بشيل من التاك كلاس البيهيفر اللي بتتغير اللي الفلاينج والكواكينج، واحط هنا في الفلاينج كل انواع الفلاينج المختلفه، واحط في الكواكينج كل انواع الكواكينج المختلفه البيهيفر اللي موجوده عندي. فادي هنا مثلا ادي فلاي بيهيفر، انا عندي اتنين كونكريت قاسين بيه، واحد بيعمل انه بيقدر بيفلاي، واحد تاني ما بيقدرش فلاي. ادي عندي اتنين سب كلاس بيمبلمنت دي، فاما ده اما ده بيتعمل له امبلمنتيشن. ادي فلايبل اتنين اهم. الكواك عندي ثلاث حاجات، لما يعمل كواك او يعمل سكويز او ما يعملش صوت خالص، فبالتالي دول السب الكونكريت كلاس بيمبلت الانترفيس ده، ودول السب كلاس بيمبلت الانترفيس ده. لو انا عايز اغير في الفلاي هغير في ده او ده بس، ماليش دعوه بانواع الايه التاكس المختلفه اللي موجوده عندي. عايز ازود اغير في الكواك اغير في واحده من دول. عندي كواك صوت جديد احطه هنا، عندي نوع جديد من انواع الفلايبول احطه هنا، فالتشينش سهله جدا مفيش عندي اي مشكله فيها. اجي بقى احطها في سيستم بتاعي النهائي، تمام اهي ادي السيستم بتاعي النهائي. يبقى انا عندي من اتنين بيهيفر اسمها فلاي ودول الكونكريت بتاعتهم، وان بيهيفر اسمها كواك وادي البيهيفر بتاعتهم، وده الكلاس بتاعي الاساسي في السويم والديسبلاي بس. بقول له سيد البيهيفر فلاي اللي انا بقول له ان انا ممكن اعمل نوع من انواع الفلاي بيهيفر او نوع من انواع الكواك بيهيفر، وبفرم الفلاي وبفرم الكواك. نيجي نشوف دول بقى الكونكريت انواع الطقس المختلف. ده بتعمله ديسبلاي عادي، الابستراكت ده بتعمله ديسبلاي، وبعدين بخليه ياكتيفيت السيت بيهيفر، واكوردنج للبيهيفر بيتشيك ايه نوع انواع الفلاي بتاعه. مثلا ده بيتعمل له فلاي ويز وينجز، وانواع الكواك بتعمل له كواك. يبقى بيسد النوع ده بالذات بيبقى بيفلاي ويز وينج وبيعمل كواك. النوع ده مثلا مش كانوت فلاي لكن بيعمل كواك، ده ولا بيفلاي ولا بيعمل سكويز، يبقى ده مش بينفذ، مش هيدخل حاجه في الفلاي بيهيفر ويشتغل بس في السكويز. مثلا النوع الثاني ولا بيعمل صوت ولا بيفلاي، يبقى بالتالي ولا هيشتغل بالبيهيفر ده ولا هيشتغل بالبيهيفر ده. فبالتالي هنا ادي السيستم بتاع الديزاين بتاعي. يبقى ادي عايز ازود بيهيفر جديده، ازود انترفيس بيهيفر والفانكشن بتاعتهم، اي واحده من الفانكشن دي عايزه اغيرها غير هي لوحدها بس. عايز ازود بيهيفر فانكشن تانية لنفس البيهيفر احطها هنا كسب كلاس او كونكريت كلاس لهذا البيهيفر وخلاص. اي نوع انواع طيور ازوده احطه بس هنا، ما عنديش اي مشكله عندي. والكلاس الرئيسيه ما فيهاش بس غير الحاجات الاساسيه بتاعتها السويم ديسبلاي، ودي البيهيفرز المختلفه الموجوده فيها. دي نوع من انواع الديزاين باترنز هتاخدوه اللي اسمه من البيهيفر ديزاين باترن اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليها. بكده احنا عملنا ديزاين باتر بتاعي ممكن اغير فيه بسهوله، وممكن كلهم بيأكسس الحاجه اللي هو عايزها، هو فلايبل ولا لا مش فلايبل، بيعمل كواك نوع انواع الكواك ولا ما بيستخدمش اي نوع انواع الكواك، تمام. طيب دي بس في الاخر خالص، قلت لكم انا في اول محاضره في كتاب مشهور جدا اسمه جانج اوف فور، عشان فيه اربعه اوثر، هو ده اللي بيديك الالمنت بتاع اليوزابل اوبجكت اورينتد، هو اول كتاب موجود في ديزاين باترنز، وتقريبا معظم الحاجات اللي احنا ناخدها هناخدها من الكتاب ده باختصارات شويه بيضاف ليها. انا عندي ثلاث انواع من انواع الباترنز، كرييشن باترن وستراكشر باترن وبيهيفر باترن. الكرييشن بيعتمد على الانشلايزيشن والفيجرنج للكلاسز والاوبجكت، الستراكشر بيعمل الديكابلنج بالانترفيس او الامبلمنتيشن، ديكابلنج بين الانترفيس والامبلمنتيشن، وبيعمل كومبوزيشن للكلاس او اوبجكت. البيهيفر بيديك الديناميك انتر اكشن زي المثال اللي احنا قلناه اللي فات مع مجموعه من الكلاسز والاوبجكت، وازاي الفانكشن دي تبقى لها ديستريبيوتد على الكلاسز المختلفه. انا عندي نوعين من انواع دي، انواع من دي اكوردنج للبيربس، ودي اللي احنا هنشتغل عليها في شغلنا كله، لكن ممكن برضو اتعامل معاها مين فيهم بيشتغل على الكلاس دياجرام ومين فيهم بيشتغل على الاوبجكت دياجرام. فانا مثلا كرييشن موديل الفاكتوري ميثود بيشتغل على الكلاس لكن بيشغل الاوبجكت الانواع الثانيه المختلفه دي. الاستراكشر ادابتر في جزء منه ممكن يبقى كلاس وفي جزء منه يبقى اوبجكت، ولكن دول كلهم شغالين بالاوبجكت. ده برضو البيهيفر ده شغال كلاس وده شغال الايه البيهيفر. انا هشتغل اساسا على البيربس اللي هو ان كرييشن او ستراكشر او بيهيفر، وانا اثناء واحد بنشتغل هنشتغل نقول لكم هو ده كلاس ولا اوبجكت سكوب.
احنا قلنا كلاس سكوب بيبين العلاقه بين الكلاس المختلفه والسب كلاس كستاتيك سيمانتيك، لكن الاوبجكت بيبيك العلاقه بين الاوبجكت المختلفه اللي بتعمل فيها، وزي ما قلنا بعض الباتات بتابلاي الاثنين سكوب.